تعلم انجليزي من فيديوهات الـ AOC قصدي التيك توك. Dear AOCians، مبدئين كده AOC ده اختصار للجامعة الأمريكية AOC، فAOCians اللي هي قالتها دي اللي هي طلبة الجامعة الأمريكية والبروفيسورز والدكاترة بتوع الجامعة الأمريكية والناس اللي شغالين في الجامعة الأمريكية اللي هم بتوع الجامعة الأمريكية يعني من الآخر. I get it when other people from outside do it but I don't get it when we do it. I get it when other people do it، يعني أنا متفهمة لما ناس تانيين غيرنا غير الAOCians يعملوا كده يتريقوا على بعض، but I don't get it when we do it، بس أنا مش متفهمة لما إحنا الAOCians نتريق على بعض. It's exactly like دي بالظبط عامله زي جمله لما احنا بنقول في العربي كده، عارف الموضوع ده عامل زي لما، فكلمه عامل زي لما دي اللي هي it's exactly like بالانجليزي يعني. في مره كنت في قطاميه هايتس، وطبعا كلمه هايتس دي معناها مرتفعات، فاحنا هنا في مصر عندنا مرتفعات كتير، عندنا قطاميه هايتس، اسمرات هايتس، مدينتي هايتس، عندنا هايتس كتير يعني ما تعدش. One of the villas was الويندوز بتاعتها unfinished. One of the villas، كلمه فيلا اللي هي الفيلا اللي بيقولوا عليها الفيلا او القصر بالعربي، ف one of the villas يعني في واحده من الفيلات اللي كانت في قطاميه هايتس، هي شافتهم يعني في قطاميه هايتس الويندوز بتاعتها اللي هي الويندوز اللي هي الشبابيك، النافذه او الشباك اسمه ويندو، فويندوز دي اللي هي النوافذ او الشبابيك، unfinished يعني ما خلصتش او مش متشطبه او مش كامله. I was wondering دي زي ما تقول بالظبط كده، انا قعدت افكر بالعربي، فقعدت افكر دي اللي اسمها I was wondering and why are they unfinished why do they unfinished it يعني هم ليه ما خلصوهاش، يعني هي كانت بتفكر بتتخيل مع نفسها كده هم ليه ما خلصوش الشباك ده او النافذه دي، ليه ما عملوهاش مش طبوهاش ليه يعني. But my friend was like ليهم they probably ran out of money or they're poor and couldn't finish. I was like my friend was like يعني صاحبي او صاحبتي ردت عليا وقالت لي they're probably ran out of money يعني من المحتمل يكون هما الفلوس بتاعتهم خلصت، ran out of money يعني فلوسهم خلصت، ran out of money or they're poor اللي هي they are poor يعني هما فقراء، they're not gonna finish it يعني مش هيخلصوها او مش هيشطبوها. You got a villa in Ottomia Heights, how are they poor? They got a villa in Ottomia Heights. يعني هم عندهم فيلا في Ottomia Heights. How are they poor? هم فقراء ازاي؟ اديني عقلك، هم فقراء ازاي؟ How are we making fun of each other? We're all AOCs. How are we making fun of each other when we're all AOCs? How are we making fun of each other when we're all AOCs? ازاي بنضحك وبنتريق على بعض واحنا كلنا في مركب واحده وكلنا بتوع AOC وبتاع وكده. السؤال المهم بقى، How are we making fun of each other when we're all humans؟ يعني احنا ازاي بنتريق على بعض واحنا كلنا بني ادمين؟ هو ده السؤال المهم الاهم وبس.